في موضوع تعبنا اليومين دول، خاصة بعد ما أعلنوا عن رفع سعر كروت شحن الموبايل. الدنيا هايجة على رفع السعر ده ليه؟ هو للدرجة دي موضوع المكالمات موضوع حساس مع الناس؟ طيب ما أي خدمة بتتقدم حصل رفع في أسعارها، وعندنا كمان المنتجات اللي اترفع سعرها والبنزين والكهرباء، أمال إيه الحكاية؟ هو الموضوع ليه كل مرة بيحصل بيبقى أكنه مفاجأة، أكننا ما سمعناش عن إن بيحصل ارتفاع في تكلفة الحياة، وإننا لازم نتغير ونغير سلوكنا الاستهلاكي في كل حاجة. لما تكلم أي حد وتطلب منه خدمة معينة تلاقيه رفع سعره، النجار، الكهربائي، السباك، كله. إحنا موظفين مش بنطلب زيادة في مرتباتنا علشان نقدر نتعامل مع ارتفاع تكلفة الحياة؟ طيب ما هو لما آخد زيادة مين هيدفعها؟ مش صاحب المكان؟ ولما صاحب المكان يدينا زيادة مش لازم هيكسب برضه؟ ولا هيزودني ويخسر؟ فعلشان ما يخسرش وأنا أقدر أعيش هيرفع سعره على المستهلك. فالأخير لازم يعمل إيه؟ يشتغل أكتر ويرشد أكتر في استهلاكه. ولا إحنا عايزين الدنيا تتحسن وخدماتنا تتحسن ومرتباتنا تزيد ومكسبنا يكتر من غير ما نغير في أسلوب حياتنا واستهلاكنا؟ أكتر آلية لضبط الأسعار هو ترشيد الاستهلاك. اللي مش فاهمه هو أن مفيش جديد في الموضوع غير ردود الأفعال اللي بتحاول تهيج الدنيا. ما احنا عارفين ان احنا هندفع اكتر، وعارفين ان احنا هنتزنق، وعارفين ان الاصلاح ده هدفه ان البلد تقوم على رجليها من تاني، وارتضينا ده وقلنا اننا هنقف وقفه رجل واحد علشان نحارب الظلام والارهاب والتخلف والرجعيه. ايه الجديد؟ ولا احنا كنا واخدينها هزار؟ المهم بقى ان مع ارتفاع التكلفه يبقى فيه تحسين في الخدمه، تحسين للجوده، للقيمة اللي المواطن هيضغط على نفسه علشان يستهلكها حتى بغلو الأسعار. هنا بقى بيجي دور الجهات المنظمة والرقابية. ما ترفع ليش الأسعار وبس، لا، الخدمة برضو لازم ترتقي للمستوى اللي هتحمله. ما هو علشان أكمل معاك برضو اديني حتة تحسين الخدمات، يعني سهل لي حياتي مع انكماش قدراتي المالية، ساعتها هيبقى على قلبي زي العسل لأن حاسس بالفرق بالتحسن. فده هيخليني استحمل واستحمل كمان ودعم المجهودات وأتفانى كمان في العمل. مش هو ده موضوع الإصلاح اللي احنا كلنا بنتمناه؟ مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. حلقتنا النهاردة هنناقش فيها قرار تثبيت سعر الفايدة، التثبيت ده اللي حصل يوم الخميس اللي فات من قبل البنك المركزي. ده هيكون في فقرتنا التانية والتالتة من البرنامج. أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من البنك المركزي اللي أعلن في تقرير الاستقرار المالي إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة 6.5% لسنة 2020. طبعا النسبة دي مدعومة بدرجة كبيرة جدا بالاستثمارات وخاصة استثمارات القطاع الخاص مع زيادة الصادرات. البنك أكد في تقريره أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي اللي هو 2017-2018، وقال كمان أن النشاط الاقتصادي في مصر تحسن بصورة كبيرة، وده طبقا للبيانات الأولية اللي أظهرت ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2016-2017 إلى 5%، ونتيجة لده بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النص الثاني من نفس السنة المالية 4.6%، وده أعلى معدل نمو من منذ العام المالي 2009-2010. خبرنا الثاني من عمرو الجرحي وزير المالية اللي أكد أن مبادرة موازنة المواطن اللي أطلقتها الوزارة للمرة الرابعة مش مجرد إفصاح من الحكومة عن سياستها الاقتصادية، ولكن تعد بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم. الوزير قال في البيان اللي أصدرته الوزارة امبارح بالليل أن مبادرة موازنة المواطن هي جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الخدمات
العامة. الجرحي قال كمان أن موازنة العام المالي 2017-2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكمان مصارحة المواطنين بأهم التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها بشكل جذري. وأشار الجرحي إلى أن الإيرادات اللي اتحققت في الموازنة الجديدة هتغطي المصروفات بدون الفوائد، وده لأول مرة، وأن ده دليل على حسن إدارة أموال الدولة. الوزير أكد أن الحكومة بتتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي القادم مقابل 12.5% في عام 2015-2016، وأن ده بيضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل. خبرنا الثالث والأخير من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أبرز الدول المصدرة للحركة السياحية لمصر في شهر يوليو الماضي. التقرير قال أن أوروبا احتلت المركز الأول، حيث وصل عدد السائحين الأوروبيين في مصر إلى 417,978 سائح من إجمالي 781,192 سائح زاروا مصر خلال الشهر نفسه. وبحسب التقرير الدول العربية جت في المركز الثاني بعدد سائحين وصل إلى 268,169 سائح. وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين لمصر من دول أجنبية أخرى خلال الشهر نفسه سجل 57,840 سائح. أرقام إن شاء الله تزيد. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن تبعات القرار اللي اتخذه البنك المركزي يوم الخميس اللي فات بتثبيت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض، ودور القرار ده في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم. خليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. شفنا في الفترة اللي فاتت نقدر نقول ارتفاع في معدلات التضخم، وصلت الشهر اللي فات لأكثر من 30%. النهاردة المعدلات دي في تراجع فيها مستمر. بنهاية 2018 البنك المركزي بيقول إن المستهدف هو الوصول إلى مستوى 13%، وزي ما قلنا قبل كده قرار تحريك سعر الفايدة سواء كان بالزيادة أو التثبيت أو التخفيض ليه تأثير كبير جدا على السيطرة على معدلات التضخم. هنتكلم في المواضيع دي مع ضيفنا وضيفكم النهاردة الدكتور إبراهيم مصطفى الشريك المؤسس لشركة مسارات الاستشارات المالية. دكتور مصطفى. دكتور إبراهيم أهلا بيك. أهلا بيك. زي من زي صحتك إحنا دايما بنتقابل عبر الأقمار الصناعية فبشكرك على أن المرة دي جيت. قول لي لما هل حضرتك كنت من الناس اللي بتتوقع ان يبقى في تحريك في تثبيت سعر الفايده في اجتماع يوم الخميس اللي فات، ولا كنت متوقع ان هو يفضل على حاله ولا يزيد ولا ايه؟ هو كان متوقع يفضل على حاله لان الظروف الاقتصاديه لا تسمح برفع سعر الفايده. انت عندك النهارده وضع اقتصادي يتطلب منك نوع من الحنكه في اتخاذ القرارات. الفترة اللي فاتت رفعت الفايدة كذا مرة، تمام. تكلفة الإقراض ارتفعت على الاستثمار، فارتفعت تكلفة الاستثمار ده بيأثر على تكلفة الإنتاج في الآخر، ويترتب عليه عزوف المستثمرين عن الاقتراض من البنوك، لأن معدل العائد الداخلي اللي هو بيسعى له في استثماراته، تمام، خلاص. يعني انت بتتكلم النهارده لو حط فلوسه في البنك ب 20 ولا 18% مش هيعمله مش هيعمله بالظبط، فهو بالنسبة له مضمون، ريسك مضمون. يعني هناك هيخاطر بفلوسه ويتحمل ريسك في مقابل 20-25%، في حين ممكن يحط الفلوس دي في البنك وياخد 20% ومستريح.
فلازم يعاد النظر في موضوع سعر الفايدة والتوازن ما بين ان انا عايز احفز الاستثمار وفي نفس الوقت اتحكم في حجم السيوله اللي في السوق. طب ما هي كلمه التوازن اللي حضرتك بتقولها دي هي دي مربط الفرس، ان هو برضو البنك المركزي مزنوق اذا جاز التعبير. يعني هو النهارده لو خفض لك سعر الفايده تمام وهيبقى في زياده استثمارات، ولكن هيبقى في سيوله كبيره في السوق فهيرفع من معدل التضخم. وانت النهارده لما تيجي ترفع سعر الفايده هتلم الفلوس اللي في السوق عشان تدخل القطاع المصرفي فتتحكم في التضخم، ولكن برضو عندنا مشكله، هل تحكمنا في التضخم ولا لا؟ ما هو انت لازم تعرف ايه اسباب حدوث التضخم. اولا هل هو تضخم ناتج عن جانب الطلب ولا عن جانب العرض؟ اللي حصل هو ناتج عن جانب العرض. تكاليف الانتاج كلها زادت بعد التعويم، فرضت ضريبه على القيمه، ضريبه القيمه المضافه، رفعت اسعار الوقود، كل دي بتحمل على تكاليف الانتاج. فاللي حصل ان ارتفاع معدلات التضخم اللي حصلت دي نتيجه ارتفاع تكلفه الانتاج، مش نتيجه انه في طلب زياده. استهلاك زياده والكلام ده. فهنا ترجع تاني، طب احنا عشان نشخص الموضوع كويس نرجع لازمه التشخيص بتاعتنا. دايما عندنا ازمه تشخيص، هل المشكله في الجزء ده ولا في الجزء ده؟ طب لو هي في جانب الطلب والمستهلكين بيتكلبوا عندهم فلوس كتيره وبيروحوا يشتروا حاجات، هنا هترفع سعر الفايده عشان تلم فلوس من السوق. طب لو في جانب العرض لازم تفكر بطريقه مختلفه. انت عندك ركود وعندك تضخم الاثنين، ودي اكبر يعني كومبينه قاتله. المزج ده ما بين المشكلتين محتاج تصرف اكثر حنكه. انا محتاج الانتاج يزيد، اشجع منتج محلي، فبالتالي ده محتاج فلوس، هيلجا لمين؟ هيلجا لبنوك. انت هيكل التمويل عندك جاي منين؟ 40% اكويتي رؤوس اموال، 60% قروض وتمويل من بنوك ومؤسسات. فلو التكلفه بتاعتي في الجزء ده عاليه فهيحصل احجام عن التوسع او الاستثمار. فبالتالي الجزء بتاع المثلث بتاع معدل النمو سواء انتاج استثمار وتجاره هيتاثر. انت انتاجك هتضطر تخفض من انتاج نتيجه تكلفه عاليه، فهتضطر تلعب في عوامل الانتاج بتاعتك وفي تكاليف الانتاج عشان تخفض التكلفه بتاعتك. طب النهارده لو عندك خطه عايز تزود انتاجك، عايز تفتح خط انتاج جديد، عايز تشتري مكنه جديده، عايز تشتري معدات جديده، هتفكر 100 مره قبل ما تاخد الخطوه دي. طب انا عايز اسالك سؤال. النهارده حضرتك لما بترفع سعر الفايده، بترفع سعر الفايده عشان الفلوس تدخل لك القطاع المصرفي. تمام. هل الفلوس اللي دخلت القطاع المصرفي ده حلت المشكله، ولا في فلوس خارج القطاع المصرفي هو اللي عامل لك ازمه؟ هو ما زال في قطاع في فلوس خارج القطاع المصرفي، يعني في ازمه ثقه ما بين، يعني في قطاع غير رسمي كبير جدا في السوق عنده حجم تداول كبير من السيوله، مش داخل ما بيتعاملش مع البنوك. سواء تجار ومقاولات، كل الكلام ده في ناس كتير قوي ما بتتعاملش مع البنوك. ما زالت الفلوس محتفظين بيها تحت البلاطه وفي في الخزنه وفي السوق. طب ما هو ده كده معناته ان في سيوله زايده في السوق. بس انت لازم تشجع القطاع ده يندمج للمنظومه الرسميه بتاعتك. ازاي بقى؟ هنا يعني في دول تانية مثلا، هذه الدول الاسيويه، في اليابان مثلا بداوا في حته ازاي تشجع اللي هو القطاع غير الرسمي اللي هم الاس ام ايز، الشركات المشروعات الصغيره والمتوسطه. طلعت له قانون يشجع الكبير يستخدم الصغير، بمعنى تقول له عايز عشان تنتج المنتج ده والله يبقى 30% من مدخلاتك تيجي من اس ام ايز. فانت شجعت الاس ام ايز، فتحت لها عنده فرصه انه يتعاون مع شركه كبيره، يحصل له تيك اوف اجريمنت، ياخد المنتجات بتاعته تخش في المنتج بتاعه. طب هو عشان يقدم له منتج مش لازم يقدم له فاتوره؟ لازم عنده حساب بنك عشان يحول فلوس تحوله فلوس. فهتشوف في ادوات تقدر تستخدمها، فهتشوفه كقطاع هيدخل في القطاع الرسمي. بالظبط. فحاجه ثانيه، انت عندك قطاع اخر مش ظاهر في المنظومه الرسميه اللي هم القطاع المهنيين زي الدكاتره والكلام ده. هل الفلوس اللي داخله في القطاع ده محصوره؟ اشك. هو مين فينا مثلا ما عندوش عيال في مدرسه بياخدوا دروس خصوصيه ويدفع لهم في الساعه الشيء الفلاني؟ هل ده محسوب بتخش تحت منظومه طائله المنظومه الرسميه عشان تخش ضرائب، تحصل عليها الضرائب والكلام ده؟ انت النهارده ممكن تروح مستشفى تولد، تمام، فلوس الدكتور داخله اجيبه من غير ما تخش ايراد المستشفى او تخش تعدي على اي منظومه. غير في مصاريف المستشفى. ففي قطاع كبير كده مش منظومه. لازم يتظبط عشان يسمع في المنظومه الرسميه. طيب انت النهارده مثبت سعر الفايده تمام على امل ان ده يقلل التضخم.
انت طبعا لما بتيجي تقارن التضخم النهارده انت بتقارن النهارده بيوم ما انت حررت العمله اللي هو نوفمبر من السنه اللي فاتت، انما كارتفاع في الاسعار الموضوع اعتقد اكبر بكتير من النسبه دي. هو بيسموها الموجه الكبيره حصلت مع التعويم بعدها كذا شهر. النهارده الارتفاعات لو تيجي تقارنها باللي قبلها مش كبيره بس تل الاسعار مرتفعه. فالنهارده لما تيجي تقارن سعر النهارده من ست شهور ما زادتش زياده زي ما تقارن من النهارده لسنه. تفرق كتير. بس انت عشان بس انت عندك مشكله ان انت القدره الشرائيه بتاعتك انخفضت. هي دي اللي انخفضت. انخفضت طبعا. فانت النهارده بتحاول توزن ما بين عايز تدخل تسحب سيوله من السوق وفي نفس الوقت مش عايز تحمل لو في طرف اخر اسمها الدوله موازنه الدوله تتاثر بتحريك سعر الفايده. انت لو رفعت سعر الفايده النهارده هتلاقي عجز الموازنه تاثر لان تكلفه الديون ترتفع. عشان كده بيستفوا من بره. بالظبط. فانت بتطرح اذون هتبقى الديون اللي عليك سواء ادوات الدين بتستخدمها اذون وسندات دي كلها هتبقى تكلفه عاليه عليك. فانت عندك فوائد الدين في الموازنه دي هترتفع. وانت محتاج تقلل البورشن ده اللي موجود في الموازنه. العلاج الامثل ايه؟ يعني انا النهارده محتاج انتج. يبقى محتاج مصانع جديده، محتاج استثمارات جديده، محتاج تشغل العطلان ومحتاج تزود خلي اللي شغال يتوسع ومحتاج حد جديد يخش السوق. هعمل ده ازاي وانا عندي سعر فايده كده؟ يعني هي لو انا تايه دلوقتي. لو خدت بالك التقارير التنافسيه صدر من 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 كذا يوم حصل كده مجموعه مشاكل اللي هم التوب مشاكل عدم استقرار السياسه، اثنين تضخم، وفي الرقم خمسه كانت الاكسس تو فاينانس نتيجه ارتفاع سعر الفايده. فتلاقي التضخم وسعر الفايده في التوب 5 مشاكل جنب البيروقراطيه والفساد وعدم استقرار السياسه. فاحنا لو الحكومه بصت للتقرير ده وشافت ان ترتيب المشاكل اللي تواجه مجتمع الاعمال وانك ازاي المجتمع ده ينمو ويتطور المشاريك اساسي في التنميه، ما ينفعش تحقق تنميه حقيقيه من غير شراكه ما بين القطاع الخاص، لازم دور للقطاع الخاص. فلو القطاع الخاص مش قادر ينمو في مشكله لازم تشتغل عليها. طب هشتغل ما انا بقى كبنك مركزي النهارده اشتغل عليه ازاي؟ ما انا دور البنك دور البنك على البنك المركزي عنده مستهدف انه ينزل معدل التضخم ل 13. طب احنا النهارده بنتكلم عندنا 33 و34%. طب هو عشان ينزل لازم تنسيق ما بين السياسه النقديه بتاعته والسياسه الماليه. الماليه تسرع ترشيد النفقات من ناحيه، تمام؟ البنك المركزي يبدا يستخدم معدلات فايده اكثر تشجيعا للجانب مجتمع الاعمال، ففي على المدى الطويل هينزل معدلات الفايده. لان مش هل ينفع ان انا امشي بسياسه نقديه انتقائيه؟ بمعنى يعني اجي مثلا في القطاع اللي عايز انا فيه استثمارات كبيره اقلل سعر الفايده بتاعته والاستهلاكي ما اخلي سعر الفايده، هل ينفع؟ هو في بره في تمييز ما بين انك اسعار الفايده الموجهه للصناعه واسعار الفايده الاخرى. يعني في دول بتدي فايده معدلات فايده خاصه بالصناعه من 3 ل 5% بيشجع الصناعه بتاعته، غير بقى انظمه الدعم الاخرى اللي بيديها لها من خلال دعم الصادرات وانظمه دعم اخرى. محتاج الصناعه بتاعته تقوم. يعني انت عندك النهارده سياسه متبعه اللي هي تشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه، تمام، وجيت قلت ان سعر الفايده 5%، ما دي ثابته ما بتتغيرش عندهم، تمام. اه طيب ده بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه. انا النهارده عايز اشجع المشروعات دي اللي هي لغايه النهارده برضو ما اثمرتش عن نتائج نقدر نقول ملفته للانظار رهيبه، ولا حضرتك شايف ايه؟ لان الموضوع مش مرتبط بالحصول على التمويل هنا، باجراءات الحصول على التمويل. باجراءات الحصول على التمويل. التمويل متاح لكن اجراءات الحصول على التمويل صعبه. يعني شركه صغيره هتروح تحصل على تمويل تقدم طلب للبنك محتاج منها طلبات كثيره جدا. فتخيل حجم الطلبات لشركه صغيره عايز تخش السوق. او شركه متوسطه محتاجه تمويل عشان تنمو. النهارده محتاج منك دراسه جدوى وكاش فلو وحاجات كتير قوي بيطلبوا منك عشان يبدا يدرس الوضع الماشي. طب واحد ما عندوش الامكانيات في دول تانية بيخلي المؤسسه بترعى المشروع الصغير المتوسط تقوم بالنيابه عنه في هذا الاتجاه. بس هو ده المستهدف من انشاء هيئه المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ المفروض حتى الان المفروض انها يعني متوقع انها مجهودها تظهر في الفتره اللي جايه، تفعيلها يكون ان شاء الله يكون ظهر في الفتره اللي جايه ونشوف بقى ايه انجازات على ارض الواقع، نشوف هتعمل ايه الفتره الجايه، لان ده قطاع محتاج يقوم
ومعظم الدول عندها الاس ام ايز بتمثل حوالي من 70 مشروعات صغيره ومتوسطه ل 80% من حجم الانتاج في السوق. ودايما مرتبطه بسلاسل انتاج مع الشركات الكبيره. ما بتشتغلش لوحدها. وبيسن ليها قوانين عشان تربطها بسلسله الانتاج. مش عارف اللي انا حاسه من كلام حضرتك كده ان احنا عندنا مشكله تواصل، يعني مشكله ان احنا كلنا نبقى ماشيين على نفس الهدف. الترس يعشق مع الترس. بمعنى ان انا لو بعمل حاجه معينه تجاه المشروعات الصغيره المتوسطه ما توقفش عند حد فاصل، لازم في خطوه بعدها توصلها باللي بعدها. اللي حضرتك بتتكلم عليه. ازاي اربط الحلقه دي بالحلقه اللي بعدها بالحلقه اللي بعدها بالحلقه اللي بعدها عشان يبقى في تكامل وتناغم في السياسه نفسها. بالظبط. تاني حاجه، لما اخد سياسه تجاه حاجه محدده ما تاثرش على اللي بعد على الثانيه، لازم عندي سياسه واضحه على الكل. بس انت برضو مع هذا عندك نتائج ايجابيه ومبشره، عندك ناتج قومي محلي بيزيد، تمام، عندك سعر عمله ثابت الى حد ما في الفتره اللي فاتت، ايضا معظم المحللين بيقولوا هو مبالغ فيه في الفتره الحاليه ومش عارفين هو ليه ثابت على الحته دي، ولكن هو ثابت. وعندك كمان المشروعات الكبيره والعملاقه اللي شغاله، وعندك ثقه زايده، ثقه بتزيد من قبل المستثمرين الاجانب على السوق المصري بسبب جاذبيه السوق المصري حتى بالمشاكل اللي فيها، عندك زي ما حضرتك اشرت الى تقرير التنافسيه اللي فات، عندك تقدم 15 مركز في فتره سنه اذا جاز التعبير، فدي ايجابيه الى حد كبير. يبقى ايه اللي ناقصنا؟ ما زال عندي مشاكل في مناخ الاعمال. مناخ الاعمال؟ مناخ الاعمال، بحيث زي ما قلت لحضرتك عدم استقرار السياسات. النهارده انا لما برفع سعر الفايده خلال 6 شهور مرتين عدم استقرار بالنسبه لي. النهارده لو رحت الشهر الجاي مش قادر اعرف هيثبت ولا هيخفض ولا هيرفع. في توقعات. النهارده عندي بيروقراطيه موجوده. بس مش ده طبيعي يا ابراهيم بيه؟ موجود في فترة الفترة الانتقالية. بس انت لازم تشتغل عليه. انت النهاردة عايز تقلل الاحتكاك ما بين المتعامل متلقي الخدمة مع الموظف. ده بيحصل امتى؟ في كل الدول انت النهاردة ما يكنت خدماتك. بتقلل التواصل. لما تقلل التواصل المباشر ما بين الموظف وما بين متلقي الخدمة بتمنع حاجات تانية زي الفساد، منابع الفساد. هنا بقى ادخل معاك في حتة تانية خالص. في جهات بتقدم خدمات وعندها منظومة إلكترونية في الخارج موجودة وممكن تطبق وتفعل، ولكن عندك جيش جرار من المنتفعين اللي ما يسمحوش بأن الخدمة دي تتحسن بسبب أن هم هيخسروا المزايا اللي بياخدوها من الناحية دي. بص حضرتك، في كل إصلاح هتلاقي فيه مقاومة من طرف لا يرغب في الإصلاح. تمام؟ لو انا فضلت ابص للطرف اللي بيرفض الاصلاح ويرفض ويفضل يقاومني في ان انا احقق اصلاح في البلد مش هتحرك. فانت من مدرسه تحسين الخدمات وتطويرها بشكل جذري قوي وبالتوازي على كل الجهات المعنيه المتعامله مع متلقي الخدمه. طب يعني لو عندي النهارده كل جهه النهارده حطت لنفسها خطه خلال 6 شهور انها تعيد النظر في اجراءاتها ومستنداتها وتسعير الخدمات وتحاول تميكن الباك اوفيس بتاعها قبل ما تصل للجمهور، مكاتب الخلفيه، مكاتب الخلفيه، هتوضب هتنظف هتطلع للجمهور بخدمه مميكنه. فهنا الجمهور يحس ان في فرق. النهارده لو رحت النهارده طلعت الرخصه مثلا او طلعت خدمه معينه خلاص ما خدتش منك 10 دقائق هتتبسط مش هتتبسط؟ ده انا هبقى مبهور. عارف هتدفع كام؟ عارف هتدفع كام؟ انت كنت تدفع مثلا اكس جنبها اكس تاني عشان تخلصها. لو انت عملت دفعت اكس بلس 2 ولا اكس بلس 3 وخدت الخدمه في المده اللي ترضيك بطريقه نظيفه ومهيكنه من غير ما تتعب من غير ما تروح تقضي يوم كامل عشان تقضي الخدمه وتروح مره واثنين وثلاثه هتبسط ولا لا؟ هتبسط طبعا. هتحس ان في فرق في التعامل. هتحس ان في حاجات بتتصلح. فاذا تحسين الخدمه هو ده مهم عامل رئيسي في الصبر. بالظبط. اذا جاز التعبير. حضرتك ذكرت موضوع المشروعات العملاقه، انا المشروعات العملاقه بعتبرها ثيماتيك بروجكت اللي هي مشروعات قائده. بس هي مش كل حاجه. في على التوازي مشروعات اخرى لازم تشتغل.
اشتغل على القطاع الصناعي محتاج ينمو، ايه المشاكل اللي تخليه ممكن تخليه ينمو، احل مشاكله، مشاكل المصريين بشكل قطاعي، حافز اللي بقدمها النهارده قانون الاستثمار مدي حزمه حوافز. حتى الان احنا منتظرين تطبيق سيناريو التطبيق بتاع اللائحه التنفيذيه، في صدور منتظرين صدور اللائحه التنفيذيه عشان هي الاداه اللي تطبق نصوص هذا القانون. دايما بنقول ايه؟ الشغل مهم ولكن الاهم تظبيط الشغل. تاني حاجه نطلع بالظبط نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور ابراهيم مصطفى شريك المؤسس لشركه مسارات الاستشارات الماليه، فخليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. سعر الفايدة والمناخ الاستثماري مواضيعنا النهاردة مع الدكتور ابراهيم مصطفى الشريك المؤسس لشركة مسارات للاستشارات المالية. دكتور ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. اهلا. فحضرتك كنت بتتكلم عن المشروعات الكبرى، وكنت بتقول ان ده يعني يعد في في اطار المشاريع الثيماتيك زي ما حضرتك بتقول. ثيماتيك بروجكت، مشروعات قائده بتقود قاطره النمو، بس هي لوحدها مش كفايه. نمره 2 لازم جنبها القطاع الخاص بكل قطاعاته، صناعيه وخدميه وتجاريه، تشتغل عشان يقدر يوزن دفع. انت النهارده عندك مشروع بتعمله مثلا محور قناه السويس، عملته وخلصته، مفيش قطاع خاص يجي يستثمر فيه، تبدا تحس فين العائد بتاعه. لكن انت ده بوتنشال بالنسبه لك، بتطور محور مهم جدا عشان تجيب استثمارات تخش عليه. النهارده بتعمل المشروعات الكبيره في الطرق، الحاجات دي كلها بسموها انيبلرز، اللي هي الايه؟ انيبلرز بتمكن بتمكن المستثمر من بسموها من المرافق والبنيه الاساسيه وكل الكلام ده. فالحاجات دي كلها مهمة، بس في نفس الوقت انت لازم تشتغل على الجانب الاخر. فانت النهاردة لما علشان تشتغل على الجانب الاخر، ما انت محتاج انك انت القطاع الخاص المصري يبقى هو سفيرك للمستثمر العالمي، ولا المستثمر العالمي بيعتمد على البيانات الحكومية؟ لا، هو المستثمر العالمي بيبص، انت مصر بالنسبة له بقت كتاب مفتوح، بيبص البيانات الحكومية، بيبص التقارير الدولية، ويبص برضه ان المستثمر اللي زيه في القطاع الفلاني شغال جواه في السوق المحلي. فالنهارده عنده مصادر معلومه مختلفه، فيقدر يتحقق من معلومه مدى صحتها او عدم صحتها. فالنهارده لو انا بشتغل في قطاع فلاني وانا عايز اخش القطاع ده استثمر فيه، اكيد هسال حد شغال في القطاع ده وضعه ايه. فانت لو بقى عندك 70% من الاستثمارات، 70% يعني لو انا 70% كلها استثمار محلي والباقي متوزع ما بين اجانب وعرب، فاكيد الغالبيه العظمى من الاستثمارات المحليه دي هي بالنسبه لك الاهم، لان هي اللي بسموها ايه؟ اللي هتفضل معاك مهما حصل قاعده في البلد. فلازم دي تحس انها الدنيا ماشيه كويس، مناخ الاستثمار ماشي كويس، التعامل مع الجهات الحكوميه ماشي كويس، قدره على التعامل مع البنوك والاكسس تو فاينانس ماشي كويس، معدلات الفائده تكون في وضع مقبول. يعني تشجيع النهارده، علشان حضرتك بتتكلم على زياده الاستثمارات، فنمره واحد تشجيع القطاع الخاص المصري. طبعا. عن طريق طبعا اول حاجه عندك خلق بيئه استثماريه اقل حده في المشاكل، بمعنى اصلح نظام البيروقراطي بتاعي، القدره على التعامل مع البنوك، تحسين معدلات الفايده، تخفيض معدلات الفايده عشان تبقى جاذبه المستثمر المحلي اللي يقدر يروح يستلف من البنك بمعدلات فايده مقبوله يقدر بناء عليها يتوسع ويجيب معدات او ينشئ منشات جديده. حاجه ثانيه استقرار السياسات بالنسبه له. النهارده بتكلم على سياسه ماليه واضحه بالنسبه لي او سياسه الانديه واضحه، فلازم النهارده وانا برسم قراري الاستثماري ببص البلد رايحه فين بعد 5 سنين. لو حصل والبنك المركزي قرر ان هو يخفض سعر الفايده، تمام، مش ده هينتج عنه زيادة السيولة في السوق وبالتالي تضخم آخر،
ولا حضرتك مش شايف؟ احنا النهارده بتنزل بحسب وضع السوق. النهارده عندي معدل سعر الفايده على الادخار عالي عشان الناس حطت فلوسها في البنك. ده مقابله سعر الفايده على الاقراض مرتفع. طيب انا النهارده بعد فتره معينه، انا النهارده لازم عندي سياسه واضحه، انا عايز اوصل بوحده الفايده لغايه كام؟ ده اللي بيحدد ظروف الاقتصاد. عاملين حسابهم عليه؟ بيحدد ظروف الاقتصاد اللي حواليا، وضع الاقتصاد، هل في ركود؟ مفيش ركود، معدلات التضخم. عشان كده لازم سياستك مبنيه على استهداف معدلات التضخم اقل من الحاليه، عشان تقدر تنزل بسعر الفايده بعد كده. من ناحيه لازم برضو ببص على باقي الموارد الخاصه بالدوله، لان دي محدد اساسي يقدر يحدد لي الماكرو بيكتشر بتاعتي على اساس عجز الموازنه عامل كام عندي. فلما الموارد بتزيد هتزيد منين الموارد دي؟ لما عندي قطاع خاص شغال بيزيد بينمو، فبالتالي الضرايب بتزيد، فبالتالي كل ايرادات عماله بتزيد معايا. استثمار يعني هدفع. انا بتكلم استثمار النهارده في اي منشاه هتدخلها النهارده هتدخل لك عائد. ليه؟ لان النهارده هيشغل عمال، فهتدفع ضرايب على العمال، هتشغل، هتستورد، المرتبات دي هيصرفوها في السوق، تدفع فلوس على رسوم على الاستيراد، هتبقى عندك ارباح، هتدفع فلوس على الارباح، هتخش بورصه مش عارف ايه، هتدفع ايه، هتتعامل مع جهات حكوميه هتدفع رسوم للخدمات. هل احنا معتمدين شغالة، طول ما الموارد شغاله، هل احنا معتمدين على الطرق التقليديه كمصدر من مصادر الدخل للدولة؟ ولو غيرنا هذه الطرق، مثلا هاخد مثلا الجمارك مثلا على العربيات، الجمارك على العربيات بتدخل لك كله يعني في النهايه يعني 3 مليار جنيه مثلا. لو غيرت السياسه، لو خفضت ده ممكن يدخل لك فلوس اكتر، ويعني هل الفكر محتاج يتغير؟ اكيد طبعا. هدي بس مثال، لما حصل تخفيض لسعر الضريبه من 30 و40% ل 20%، تتكلم على 2005، وسعت الوعاء الضريبي، فالعدد زاد، فالموارد زادت. فكرت بطريقه مختلفه، مش بطريقه الجبايه. نفس القصه النهارده، عشان تزود مواردك لازم تفكر بطريقه مختلفه. سياسه التحفيز. حاجه تانية مثلا، انت النهارده لما تدخل في موضوع المرافق بتاعتك، سواء زي السكه الحديد والمشروعات اللي زي كده، لو دخلت انا القطاع الخاص معايا واديت له ميزه انه يستغل المحطات في اعلانات، في فتح كشاك شكلها نظيف، تدي خدمات كويسه للمواطنين الموجودين، فده كله انت بتوسع موارد. اولا شلت العبء عن الدوله من اداره مرفق، تمام، وقللت تكاليفك اللي بتصرفها في المجال ده، ودخلت لنفسك موارد، فتحت المجال للقطاع الخاص يخش معاك. فانت لازم توصل لمرحله من النهارده انك تفكر ازاي القطاع الخاص ينمو في كل القطاعات. بس النهارده لو تيجي تتكلم بالفكر ده، يعني بيدخلك في الملعب بتاع الخصخصه، فيقول لك ايه خصخصه، انتوا هتبيعوا البلد. لا، عشان الناس مش فاهمه مفهوم الخصخصه. الخصخصه ليها مفاهيم كتيره. الخصخصه مش بيع بس، في طرح جزء في البورصه، طرح حصه من اسهم الشركه في البورصه، ممكن تبقى 20-25%. خصخصه ممكن خصخصه اداره، يكون يخش معايا شريك في مشروع وحدد نسبه الشراكه معايا. فالناس واخده يعني واخده الخصخصه بمفهوم يعني باد ايمج عليه من زمان، صوره سلبيه يعني. فلازم الناس تفهم يعني ايه خصخصه الاول. خصخصه مش بيع وحدات بس، حاجات كتير فيها تحت. اداره وتحسين اداره وتحسين كفاءه. انت ممكن لما تدخل النهارده دخل عنصر، مثلا جبت مدير مالي كويس للشركه، خلاص انت كده دخلت حد في فكر القطاع الخاص، وقلت له التارجت بتاعك تحول لي الشركه من خسرانه لتحقق ارباح بنسبه كذا مثلا. او جبت سي او، عضو منتدب لشركه. بس لازم انت لما تجيب حد، بس لازم تمكنه. مكينه وتديله فلوس مرتب كويس. زي ما بيقولوا يعني ايه، بتدفع الشركات بره بتتنافس على سي اوز، بيجيب هيد هانتنج لشركات ليه، وبيجيبوا لهم عوائد قد ايه. طيب قول لي، صندوق النقد الدولي لما قال في تقريره ان التضخم بيمثل خطرا على الاقتصاد المصري، الجزئيه دي من التقرير، هو مش التضخم ده معمول حسابه في البرنامج اللي انت كصندوق وافقت عليه؟ خالف، ولا انت ما كنتش متوقع التضخم ده؟ خارج توقعاتهم ان يوصل للمعدلات دي بصراحه. خارج توقعاتهم. خارج توقعاتهم، لان توصلت ل 34%، ولما توصل معدلات التضخم بالحجم ده بالمعدلات دي
انت كده اي اصلاح هتعمله هتتآكل ثماره بسبب الارتفاع ده، ارتفاع التكلفة. النهارده بتيجي مثلا عايز ترشد انفاقك، مثلا انت عندك تكلفة الكهرباء سين عايز ترشدها، لما ترفع سعر المواد البترولية اللي هي بتخش جزء اساسي في تكاليف تشغيل المحطة، طب انا من الناحية دي هنا رشدت، راح ارتفاع التكلفة اكلت الترشيد من الناحية التانية. طب الحل ايه؟ مشكلة بقول لحضرتك لازم تحسب التكلفة صح لما تيجي تاخد قرار. النهارده لما انت عاونت هو قرار اسمه شر لابد منه، كان لازم يحصل. توقيتاته وسياقه وظروفه مش هنتكلم فيها، بس هل انت حسبت التكلفة الاقتصادية الاجتماعية دي اللي انت النهارده بتعاني منها؟ ما انت بتحاول تحسن من ناحية التكلفة الاجتماعية بالبرامج المختلفة منهم تكافل وكرامة والنتائج الإيجابية اللي محققها. كويس، النهارده انت رصدت ميزانية اكس لهذا الموضوع، برامج الحياة الاجتماعية الأسعار زادت بدبل اكس، يبقى انت اللي انت كنت مخطط له حصل له ديستربنس، حصل له كده ايه نوع من الايه، الدنيا ما ظبطتش فيه. امال دور صندوق النقد الدولي هنا ايه؟ صندوق النقد الدولي بيتدخل لعلاج الخلل في الموازنه و تقديم تصويت بشان السياسه النقديه، فهو انت في دور على الحكومه انها تقدر تبص، لان هي اللي في ايديها في النار. انا عندي مواطن مصري تاثر بالزيادات دي، مدخراته تاثرت، القوه الشرائيه لحجم الاموال اللي في دي تاثرت، فانا النهارده المفروض ابص للموضوع بنظره مختلفه. طب النهارده انا كل الحاجات دي زادت ونتيجه صدمات حصلت كلها مره واحده. طب انا على المدى الطويل مش هفكر في حلول سريعه، ما ينفعش افكر في حلول سريعه، لازم افكر على المدى الطويل. طالما لازم اشخص صح الاول، انا اعرف ايه المشكله، المشاكل اللي عندي، وابدا اتاكل داون المشاكل دي كلها، احط حلول ليها. النهارده عندي مشكله، عندي ركود، طب محتاج ازود اخلي الناس تشتغل تنتج. طب ايه المحفزات تخلي الناس تنتج؟ ادي جزء عشان الناس تستثمر، عشان يستثمر عنده مشاكل. طب محتاج حوافز تصدير، طب محتاج ايه تاني؟ يعني النهارده ترامب لما جه اول مسك الحكم راح قعد مع رجال الاعمال، حب يعرف ايه مشاكلهم. من ضمن المشاكل اللي صدوها قال لك معدل الضريبه مرتفعه، فقال لك هنفكر في تخفيض الضريبه. فلازم التوازن ما بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة ومصلحة المستثمر في نفس الوقت. خليني اخد نقطة كده كانت مأثرة، اللي هو ايه؟ اللي هو التعويم وارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. لما تبص دلوقتي تلاقي ان في الاحتياطي النقدي بتاعك زاد، وتلاقي ان في مصادر دخل. اي نعم في مصادر تانية ان شاء الله تنشط وتتحسن والسياسات بتاعتها تبقى زي السياحه الفتره الجايه، زي السياحه والغاز وغيره، ولكن يظل سعر التحويل مرتفع مقارنه بما يجب ان يكون عليه. هل بدخول الشريحه اللي جايه من الصندوق هل ده ممكن يأثر في انخفاض سعر العملة، ولا مش ده العامل وفي عوامل تانية هي اللي المفروض تأثر؟ بس هجيبها بمقولة تانية مختلفة تماما. لما يكون الاحتياطي بتاعك ملكك هيكون تأثيره أكبر، لما يكون مش ملكك تأثيره مش هيبقى بنفس القدر لما يكون احتياطي ملكك. ما هو ملكك، ما انت هتدفعه، ما انت هتدفعه هتدفعه. هو التزام عليك، كل الاحتياطيات دي، كل احتياطي النقد اللي عندك ده كله كلها التزامات عليك، ما بين قروض، ما بين منح. منح مش منح لا ترد، فمش منها، ما بين تسهيلات ائتمانيه موجوده عندك، التجميع دي كلها التزامات عليك لازم تترد في يوم من الايام. لكن لما يبقى مثلا رقم 30 مليار ده انا مش هرده عندي، فاقدر اوظفه بلاد اخرى فتجيب لي عوائد. لكن انا طول ما هو التزام عليا ما اقدرش استخدمه كتير. بس اقدر اعمل بيه توازن في السوق لفتره، هو لفتره مؤقته، انه بيعمل لك نوع من البالانس، توازن مؤقت عشان تقف على رجلك تاني، تحط سياسات تسندك لقدام، يبقى عندك سستينبل ديفلوبمنت وترجع لك فلوس مستدامه. فانت النهارده مفكر ماذا بعد الصندوق؟ ماذا بعد الصندوق؟ النهارده الصندوق برنامجه هيخلص في 2019. طب النهارده انا هل مفكر هل عندي برامج او سياسات او خطط توصلني لمرحله ما بعد الصندوق؟ انا عندي رؤيه مصر 2035. ما زالت انا شايف انها يعني هي رؤيه لم تتحول الى تطبيق بعد، لان ده رؤيه استراتيجيه محتاجه
حاجه اسمها خطط خمسيه ثم برامج ماليه من 3 سنين. لسه ما وصلناش للمرحله التفصيليه دي بصراحه. ده وجهه نظري الشخصيه. شايف ان سعر العمله ممكن يتغير قريب؟ حسب حركه السوق الفتره الجايه، لان يعني تحسن موارد الدوله الفتره الجايه هتفرق كتير قوي. بالتالي بتحسن موارد الدوله من النقد الاجنبي. يعني السياحه تبدا تشتغل، الصادرات تزيد اكتر. دي الحاجات اللي بتاثر اكتر على سعر الصرف. اي بس اذا كان سعر الصرف مش معبر حقيقي عن القيمه. السعر الحالي قصدك؟ الحالي. بص الوضع الاقتصادي هو اللي بيحدد القيمه الحقيقيه للعمله. طول ما الوضع الاقتصادي ما زال محتاج اصلاح تفضل سعر الصرف قد هيفضل متاثر انه يا اما بالانخفاض او الارتفاع. اللي يثبت سعر الصرف او يخليه يقدر يستقر لفتره زمنيه اطول ان الوضع الاقتصادي بتاعك يتحسن ويبقى مستدام، ما يبقاش مرتبط بفترات زمنيه وبعد كده يرجع تاني وكده. ما هو تحسن، ما المؤشرات الكليه تحسنت. خلينا نتكلم بصراحه بقى، هي تحسنت ودي مش بالحجم المطلوب او مش بالرؤيه المتوقعه. انت محتاج النهارده انت تتكلم مستهدف معدل نمو 6.5% في 2020، انت حققت 7.10% قبل كده. ده قبل 2011. فانت عشان توصل، عشان محتاج معدلات النمو توصل ل 9.10%. وبعد كده او تستقر على 6.5 وتبدا فترات طويله ما يبقاش هتوصل للمستهدف وترجع تاني. يعني الصين وصلت ل 9.10% وبترجع ل 8% بس بتتحرك في رينج مرتفع من معدلات النمو. ومعدل النمو هيفضل مش هو المعيار الكلي للحكم على في مع التعداد السكاني الاخير اللي هو 103 بالمصريين جوه وبره، هل الرقم 6.5% ده كافي؟ لا. اشكرك شكرا. 9.10% دكتور ابراهيم مصطفى الشريك المؤسس لشركه مسارات للاستشارات الماليه، اسعدتنا وبقيت معنا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم وبكره وبرنامجكم اسواق واعمال.